إن كنت تخطط لإجازة، ننصحك بزيارة واحدة من هذه البلدان على الخريطة: أريانا، أتروبيا، ليماريا، غورغاس أو دينوفيا. الصراحة هذه مزحة، لأن البلدان التي في الخريطة ما هي إلا اختراع كشفت عنه وثائق أمريكية. فما القصة؟ حسب تقرير لموقع ميديوم، قامت القوات البرية في الجيش الأمريكي عام 2015 ببناء 5 بلدان مزيفة للاستعداد لأي حرب محتملة. كل بلد على الخريطة يمثل بلداً على أرض الواقع، وكل بلد له قصته المدروسة، من أول طريقة حكمه وظروفه السياسية وركائز اقتصاده وعدد شعبه وسكان مدنه من ريفه وحجم جيشه وأسلحته والقواعد الموجودة فيه وموانئه ومطاراته وتضاريسه وحدوده. ولم تترك تفاصيلها للجندي الأمريكي أثناء التدريب فرصة ليتفاجأ بأي شيء، فالجندي يتدرب على الغزو والدفاع والاحتلال خلال مناورات قوية على أرض أمريكية تحاكي البلاد الخمسة، والتي من المفروض أنها تقع في القوقاز في عالمنا الحقيقي، وتمثل روسيا وإيران وأذربيجان وأرمينيا والعراق. ويطلق عليها الجيش الأمريكي Decisive Action Training Environment، أو اختصاراً DATE. وحسب الوثائق الرسمية التي أفرج عنها عام 2017 تحت حماية قانون حرية المعلومات، وزع على كل جندي دليل لمعرفة كيفية استخدام معدات لبناء أي مكان يمكن تخيله من أجل التدريب حال وقوع معركة حقيقية. ولنأخذ هذا السيناريو الذي شرحه الموقع: أرتوبيا وليماريا بينهما عداء، وكلا الدولتين تتنازعان على ملكية أرض بعينها اسمها غانغا، وكل منهما كون قوة لتحرير هذه الأرض. إحدى هاتين القوتين اسمها جبهة التحرير الليمارية، يتصدى لها على الجانب الآخر حركة تحرير غانغا. في عالمنا الحقيقي ومنذ عام 1988 تتصارع أرمينيا مع أذربيجان وبينهما صولات وجولات على ملكية منطقة ناغورو كارباخ. في عام 2016 تدربت القوات البرية الأمريكية على حرب تجسد ذات الصراع، ودامت 4 أيام، وأطلق على المناورة حرب الأيام الأربعة. أما صراع دونوفيا وغورغاس فيجسد صراعاً وقع في أرض الواقع بين كل من روسيا وجورجيا بعد أن أعلنت الأخيرة استقلالها. والسيناريو هو أن غورغاس التي تمثل جورجيا دولة وليدة استقلت عن دونوفيا بعد تفكك دولة عظمى كانت تضمها ضمن جمهورياتها كما الاتحاد السوفيتي، وبعد الانفصال قررت غورغاس التوجه لحكم تعددي ديمقراطي أخاف جارتها دونوفيا التي لا زالت تحكم بقبضة من حديد. ما حدث على أرض الواقع هو أن جورجيا بعد استقلالها عن روسيا عام 1991 واجهت تدخلات من روسيا نتج عنها عام 2003 احتجاجات أجبرت رئيسها إدوارد شيفرنادزا على الاستقالة. وتخيل التدريب قيام حرب بينهما ساند فيها قائد الشيشان روسيا ضد جورجيا. وأخيراً، هل يمكنكم تخيل حروب أخرى بناء على الخريطة؟ وبين من؟